اهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقه 18 من سلسله اسرار وخفايا حرب اكتوبر. احنا خلاص خلصنا حرب الاستنزاف وخلصنا خط بارليف. هنتكلم النهارده على موضوع ممكن يكون مجهول بالنسبه لناس كتيره، اللي هو ربيع 1971. هل كان يمكن الحرب ولا لا؟ مذكرات الفريق فوزي حرب الثلاث سنوات، مع احترامي الكامل ليها وللجزء تلتينها قوي جدا بيتكلم على بناء القوات المسلحه واعاده بناء القوات المسلحه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال دور الفريق فوزي في إعادة بناء القوات المسلحة. ودور قوي جدا وبنى قوات مسلحة نفسيا ومعنويا وانضباط وكل حاجة من الصفر، أو ممكن من تحت الصفر كمان. لكن في الجزء الأخير من مذكراته بيتكلم إن هو راح للرئيس جمال عبد الناصر في استراحة برج العرب ومعاه خطة الحرب علشان الرئيس يمضي عليها، ان هي يتم تنفيذها في مارس او ابريل 1971. لكن بسبب زيارة الرئيس معمر القذافي ما قدرش ان هو يعرض عليه خطة الحرب، وبناء عليه ان الحرب اتأجلت بوفاة الرئيس عبد الناصر في سبتمبر 1970. طبعا الكلام ده انا هنا يهمني المصداقية ويهمني التاريخ. هل من الطبيعي ان قائد القوات المسلحة ياخد خطة الحرب ويسافر للرئيس عشان يعرض عليه في استراحة؟ اللي انا اعرفه ان طبيعي ان مناقشه خطط الحرب ايام عبد الناصر وايام الرئيس السادات بتتم في القياده العامه للقوات المسلحه في وجود كافه قاده القوات المسلحه. المعروف والمتبع ان عند عرض خطط الحرب بيكون موجود قاده الافرع الرئيسيه وقاده الجيوش وقاده الاسلحه وكبار قاده القوات المسلحه كلهم موجودين للنقاش قبل ما الرئيس بيوقع على الخطه. فهل الرئيس عبد الناصر كان عمل اجتماع زي كده وخلاص اتفقوا عن خطة الحرب هي وللأسف وفاة الرئيس عبد الناصر سببت ان يتم تأجيل الحرب؟ انا اعتقد ان لا، الكلام ده مش صحيح. ده في نهاية الجزء الاخير في مذكرات الفريق فوزي اللي انا بعيب على الجزء ده ان هو بيتكلم فيه عن نقد لازع للرئيس السادات. طبعا المذكرات دي اتكتبت بعد فترة كبيرة من الحرب، فبيحاول ان هو يقول ان الجيش المصري كان جاهز للحرب في 1970 1971، وان الرئيس السادات بعد لما عمل ثوره التصحيح وازاح مراكز القوة بما فيه وزير الدفاع الفريق فوزي، كل اللي حصل ده سبب تاخير الحرب. لكن انا هنا يهمني جزئيه مهمه جدا، اللي هي هل لو الرئيس عبد الناصر كان مضى على القرار، هل سنه في ربيع 71 هل كنا مقدر نكسب؟ انا اعتقد لا. هقول اسباب ممكن تكون للبعض هايفه، لكن دعونا نتناقش مع بعض. في 71 لم يكن لدينا ال 200 دبابه تي 62 اللي وصلوا في خلال سنه 72، ولا لم يتم وصول كتايب صواريخ سام 6 لمصر، ولم تصل طائرات الميراج 5 او طائرات الميج 21 ام اف المطوره، ولم يتم وصول السرب العراقي. يعني كانت قواتنا اضعف بكتير من 73. دي جزئيه من ناحيه التعداد. الفريق فوزي بيرد على الجزئيه دي بيقول ان اسرائيل كانت برضو اضعف من قوتها في 73، ودي جزئيه هنا للاسف مفيش ما يثبت حاجه زي كده ان هي كانوا اضعف. تاني نقطه ودي المهمه بالنسبه لي، الاختراعات الصغيره العجيبه اللي احنا عملناها دي من غيرها كنا ازاي نقدر نحارب. بعض الاختراعات الصغيره اللي تمت خلال 71 72 73 دي كانت فرقت معانا جدا، مثل مدافع الميه اللي ساعدت في هدم الساتر الترابي ونقدر ان احنا نعمل الكباري. حتى عدد الكباري اللي كان موجود في 71 لم يكن كافي زيه زي في عام 73. سلالم الحبال، الفكره البسيطه جدا اللي بواسطتها قدر القوات المشاه ان هي تطلع ساتر الترابي لحد الزاويه بدون ما يتاثروا بالالغام الموجوده فيه، ونقدر ان احنا كمان نطلع عربيات الذخيره الصغيره ان احنا نقدر نوصلها. الحاجات دي كلها ما كانتش موجوده في 71، فهل كنا هنقدر نحارب؟ الخطه اللي في نهايه مذكرات الفريق فوزي حاططها وبيتكلم ان هم عملوا وور جيم او لعبه حرب في وجود المستشارين السوفييت وضباط مصريين، ان هو خلال اليوم السادس او السابع من لعبة قتال الحرب دي قدرت ان القوات المصرية توصل للحدود الدولية طبقا للخطة اللي هو قال ان هو حاططها. فانا اشك في صدق المعلومة دي، لان قواتنا لم تكن تقدر ان هي توصل للحدود الدولية لا 71 ولا 73 نتيجة تفوق اسرائيل الجوي.
ونتيجة ان هو احنا ما عندناش دفاع جوي متحرك نقدر نعديه شرق القناة، فهل كان ينفع تنفيذها؟ انا اعتقد ان هو لا، لكن في وسط السرد للاحداث ودي مش عارف يعني المعلومة دي هل هو ذكرها فعلا ولا كتبت بعد حرب اكتوبر، ان هو خلال الور جيم او لعبة او زي ما بيسموه في قوات مسلحة مشروع حرب على مستوى القيادات على الخرائط فقط، الروس حطوا له فرضيه بوجود اختراق في منطقه الدفرسوار، فدفع بعض القوات الاحتياطيه لصد الاختراق ونجح في صد الاختراق وفضل يطور الهجوم وفضلت القوات ماشيه لغايه لما وصلت الحدود الدوليه. انا اعتقد ان الكلام اللي موجود في الثلث الاخير من مذكرات الفريق فوزي غير صحيح تماما، واتكتب لاغراض سياسيه ضد الرئيس السادات. احنا لسنا في محل ان احنا نخش فيها، ومش هنخش في نقاشات سياسية او نخش في المعترك المذكرات دي كاتب ده كاتب وده كاتب والمذكرات السياسية دي كلها مش هنتكلم فيها، لكن الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها ان لو كان مقولة الفريق فوزي صح في مذكراته ان هو في ربيع 71 كانوا مستعدين ان احنا نحارب، انا اعتقد المقولة دي غلط، واحنا ما كناش نقدر نحارب في مايو 71. يكفي جدا ان الاسلحة اللي كانت موجودة عندنا لم تكن بالقوة والكفاءة اللي كانت تسمح لنا ان احنا نقدر نعبر القناة ونقيم رؤوس جسور او حتى نوصل المضايق، فما بالك ان هو وصل لغاية الحدود الدولية ومدى طياراتنا اصلا ما كانش يوصل الحدود الدولية، فازاي كنا هنحمي قواتنا اللي على الحدود الدولية. دي كانت حلقة سريعة بخصوص جزئية مهمة جدا، ربيع 71 هل كان يمكن الحرب والنصر ولا لا طبقا لمذكرات الفريق فوزي. ما تنسوش دايما تعليقاتكم واسئلتكم مهمه جدا، ما تنسوش ان لينا لوطننا ولجيشنا تاريخ يستحق ان يروى، فحافظوا عليه. شكرا